الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. أسأل الله أن يحفظك، وأسأل الله للفعلاء أن يعطيك فوق ما تؤمرين وترتجين، وأن يسهل لك أمرك كله دقة وجله. اللهم أمين رب العالمين. طيب، إلى كتاب صحيح البخاري، موت الفجأة. كتاب صحيح البخاري، كتاب الجنائز، موت الفجأة. نعم، موت الفوجة، الفجأة والبغتة، وقد ورد حديث بذلك، ولكن ليس على شرط الإمام البخاري كما قلنا، ودائما يترجم بذلك إن صح عنده الحديث يترجم به ولو لم يكن على شرطه، لكنه صحيحه، لذلك يأتي يترجم به. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهو من الثقات الأثبات رواه له الجماعة، قال: حدثنا محمد بن جعفر وغندر. محمد بن جعفر غندر صح الناس كتابا في شعبة، قال: أخبرني هشام، وهو هشام بن عروة، من أساطير المحدثين، مر علينا كثيرا، عن أبي عروة بن الزبير، وهو من الفقهاء السبعة، وكان تقيا نقيا صواما قواما كما قال هشام، وهو أثبت الناس في عائشة، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء العالمين وأعلم النساء على الإطلاق دون منازعة، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، ماتت فجأة يعني، افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. ذكر هذا الحديث ليبين مسألة موت الفجأة، والحق أن موت الفجأة يعتريه ما يعتريه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني استعاذ الله من موت الفجأة وقال: لا أحبه. يعني فيه إجهاز على ما يستعد له المرء. المرء يستعد للموت بتلقين الشهادة، بالوصية، ببيان ما كان له وما كان عليه، بالإحسان قبل الموت، كل ذلك انقطع بموت الفجأة، لذلك استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن موت الفجأة رحمة للمؤمنين، وهو فيه نقمة على الكافرين، إعجال، عجلة. والبخاري عندما قال موت الفجأة بغتة، أراد أن يفسر الفجأة بالبغتة، كما قلنا أنه أيضا يستند في ذلك على الحديث التي جاءت في هذا الباب. ورد عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: أقضي عنها. فقال: اقضي عنها. وقد ورد أيضا أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وهذا كان بالكلام على النذر. وقالت: إن أمي ماتت عليها صوم فصوم عنها. قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله، دين الله أحق بالقضاء. نعم، موت الفجأة معناها أنه لا يستعتب، وأيضا لا يلقن، وفيه أمور كثيرة جدا جدا، إلا من قد أكرمه الله تعالى بأن لقنه الشهادة، وبعدما تلقن الشهادة مات، يكون من أسعد الناس. هذا يكون من أسعد الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الرواية الأخرى عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: يا رسول الله إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر ذلك عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. فإذا هذه القصة متعددة، يعني ليست لواحد ولا لواحدة، القصة متعددة. وقد ورد من حديث عبيد الله بن الوليد عند ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال: راحة المؤمن وأسف على الفاجر. راحة المؤمن هذه سعادة له، وأسف على الفاجر. وعن أنس أنه قال: من أشراط الساعة حفز الموت. قيل: أبا حمزة، وما حفز الموت؟ قال: موت الفجأة. قال: موت الفجأة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه، وهو من علامات الساعة، يعني هو من علامات ومن أمارات الساعة موت الفجأة. ومن حديث مجالد عن الشعبي قال: كان يقال من اقتراب الساعة موت الفجأة. قال إبراهيم: كانوا يكرهون كأخذة الأسف أو الأسف.
كان يقرون موت الفجأة. عن عائشة عن ابن مسعود قالوا في موت الفجأة رأفة بالمؤمن أسف على الفاجر. وقال مجاهد موت الفجأة من علامات الساعة. وصحيح من أشراط الساعة موت الفجأة من أشراط الساعة. الموت مباغتة من أشراط الساعة. أرأيت ما قال الله جل في علاه؟ قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وهذا أصل في ابتلاء أهل الكفر والجحود والتكبر والتجبر. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. حتى إذا أخذه لم يفلت. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كراهيته لموت الفجأة أنه يحرم الميت، يحرمه الوصية، وأن يعد نفسه للقاء الله جل في علاه، أن يستعتب، أن يستغفر، أن يلقن بلا إله إلا الله، أن يعطي أصحاب الدين دينهم، أن يفعل كل ما يمكن أن يكون له من الخير وخاتمة الخير على مسألة التعسيل. إن الله إذا حب عبدا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال إذا حب الله عبدا وفقه العمل خير فقبضه عليه. وفي سنة ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله مات فلان، فقال أليس كان معنا أنفا؟ قالوا بلى. قال سبحان الله، كأنه أخذه على غضب. المحروم من حرم وصيته، المحروم من حرم وصيته. طبعا هذا حديث وإن كان في ضعف لكن فيه يستأنس به في هذا الباب على أيضا كراهية موت الفجأة. والحديث ثلاثة تذكر أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أفأتصدق عنها، وهو قال أفأتصدق عنها وإن تصدقت عنها يصلها؟ قال نعم. وهذه معناه أن الصدقة تصل إلى الميت، وهذا على خلاف قول الله جل وعلا وأن ليس الإنسان، هو تخصيص طبعا، ليس خلاف، استغفر الله، هو تخصيص على تعميم قول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. فالحق أننا نستعيذ بالله جل في علاه من موت الفجأة، وإن كان رحمة على من مات على خيص، رحمة على من مات على خيص. فنسأل الله جل في علاه أن يحفظنا ويحفظ الجميع، ونستعيذ بالله من موت الفجأة. اللهم أمين. الفوائد المستنبطة: وجوب الرجوع إلى العلماء. رجع إلى إن أمي افتلت نفسها، وأظنها لو تكلمت صدقت، فهل أنت صدقت عنها يعني يأتيها الأجر؟ قال نعم. فضل الصدقة: وجوب الاستعداد ليوم الميعاد، وجوب الاستعداد ليوم الميعاد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.